بدون يعني الفرح كبير، والفرح بس ازدواجي بالنسبه لنا على اللي حصل في النسخه السابقه مع سان داونز يعني. وكنا هنا نقدر نعوض السنه اللي فاتت في مصر باكثر من هدف، والظروف السنه اللي فاتت غير ظروفنا السنه دي. أكيد كنا بنتمناها من العمل المؤسسي اللي بكلمك عنه بالطريقه اللي احنا ماشيين فيها ده، طريقه مثلى للمبادئ وللاخلاق وللفوز وللبطولات وكل شيء. احنا ما بنتكلمش خالص، ما بنتكلمش كتير، احنا بنعمل زي ما بقول لك. تاخد شنطتك بعد المباراه بتاعت سان داونز تركب معاهم طيارتهم، وشكل مش التحدي يعني، شكل ان انا رايح عايز البطوله مش عايز سان داونز بس. بالظبط، انا خلاص عرفت النو هاو بتاعك. انت بتلعب فرقه محترمه، بتباصي واحد اتنين تلاته، عندهم ثقه، عندهم هدوء، بيعملوا اللونج باس كويس قوي، فرقه كوره كويسه جدا على فكره. يقدروا يتحكموا في نص ملعب، يقدروا عندهم ثقه يعدوا من واحد واثنين ويشوطوا. فانت قابلت اقوى فرقه، اعتقد هي والوداد يعني اقوى فرقتين موجودين في افريقيا في النسخه اللي هي الثمان فرق دي. مبروك نادي الزمالك ان هو عدى برده مباراه الترجي. فخلاص الدنيا بقت يعني بتفتح لك صدرها ان شاء الله انها تبقى بطوله مصريه عربيه بحته. خلاص ديربي كده انت بتتكلم باذن الله يعني. العمل اللي جاي هو ناقص لك مباراه بنفس الروح بنفس الشكل مع الكلام اللي انت قلته. عندنا لغايه شهر 5 عندنا اتاحات فرص للفرقتين دول، اذا كان الاهلي او الزمالك، ازاي الاتحاد يوفر لهم، اتحاد الكوره يوفر لهم الشكل، مش ان انا العبهم 8 ماتشات و9 ماتشات واخلص الدوري بس لا، انا عايز برضو في عين اعتبار لبيراميدز في بطوله الكونفدراليه مع النادي المصري ان شاء الله، اسماعيلي عنده بطوله العرب، الاهلي والزمالك في بطوله افريقيا. فلازم في اعتبارات كتير قوي، ما تبقاش الناس بتموت نفسها، اللعيبه بتموت نفسها، والانديه بتدفع فلوس ملهاش حل، والدنيا كلها واقفه عشان اسعاد الناس واسعاد الجماهير ورفع شان الكره المصريه. وعشان يعمل كده ويساعد الانديه لازم المسابقه تنتظم بدءا بقى من عوده الفرقتين للقاهره ويشتغلوا على الاسبوع اللي جاي لغايه 30 ابريل. لازم على الاقل، احنا مثلا لو 20 اسبوع لغايه نهايه 3 عندك ابريل، لازم تلعب فيها على الاقل 5-6 ماتشات عشان على الاقل يبقى باقي لك 8 ماتشات او 7 ماتشات في الدوري كله. ولازم يبقى فرحان ان فرقه الاهلي والزمالك في الكوارتر فاينل. خلاص في سيمي فاينل. صح. يعني ما فيش عندناش فرصه ان احنا نتكلم بقى ونرد، لان التسجيلات مش هتبقى في صالحهم يا كابتن شريف. مش عايزين بقى شخصيات تطلع تبرز ان هي ليها كلمه وبتاع على حساب انك انت تعطلني ان انا اخد بطوله. اللي حصل فينا السنه اللي فاتت ما يحصلش السنه دي. مظبوط. وكل واحد بيعد درس كويس جدا يعني انت من حقك انك انت دافع عن نفسك ودافع عن جماهيرك ودافع في ظل ان احنا مؤسسه مصريه. مش هقول لك احنا جايين من حته والاتحاد بتاعنا من حته تانية، او الاتحاد الدولي هو اللي ماسك الناس جايه من سويسرا مثلا، لا دول مصريين عارفين كل اللي بيحصل. مظبوط. عارفين ما يسعد الناس وما يسعدهم وما يخلي الناس كمان تقول لهم برافو، انتوا في عهدكم خدتوا بطوله شباب 23 سنه، فعهدكم حصل الأندية احسن ترتيبات في بطولات سوبر حصلت وحصل عليها فرق مصريه. يعني لازم كل ده يواكب النجاح اللي احنا بنعمله كل يوم النهارده، والدنيا بقى لها طعم النهارده زي ما كان كل الناس تقول لك ما ينفعش زمالك من غير اهلي، ما ينفعش اهلي من غير زمالك. مظبوط. هو دي اللغه اللي احنا نلعب عليها، واللغه اللي احنا نوفر للفرق خاصه الاهلي والزمالك. تمام. المرحله اللي جايه. طيب.